يا سيدي بقى احكي يا شهرزاد، او بلغني ايها الملك السعيد، امبارح حكينا لكم على لطفية النادي اللي حبت الطيران وطارت وعملت بذلك اول امرأة في مصر وفي افريقيا ويمكن في الشرق الاوسط كله، اول ست تركب طيارة لوحدها، يعني هي الكابتن مش مساعد كابتن، وتنطلق. وانا بنحب نجيب لحضراتكم النماذج دول عشان تعرفوا انه النماذج الناس اللي لما يعني هو يلا هوب بتمشي الدنيا. لكن في لطفيه نادي تانية، قلت لكم انا امبارح مين لطفيه نادي تانية دي؟ عالمه كبيره، ام الفيزياء النوويه، اول ست في الوطن العربي وفي مصر طبعا تتخصص في هذا المجال، الفيزياء النوويه والطاقة الذرية والحاجات اللي هي تسمعها كده، حتى هي هتسمع تقول يعني ان هي قعدت مع رئيس الوزراء، فقال انا مش فاهم حاجة بس هنشوف الموضوع. يعني هي كانت بتعمل حاجات جديدة على المجتمع، مش بس انها ام الفيزياء النووية، لا بتعمل حاجات مختلفة. وده احنا بنحكيه لحضراتكم عشان تعرفوا ان الانسان لما بيعوز حاجة بيقدر يحققها. ومسألة احتكار في حاجات تتعمل، يعني كوباية دي مثلا او المج ده او مش عارف اسمه ايه، يتولى صناعته مصنع بتاع رجالة وكله يعملوه رجالة رجالة، وكأن الست ما تعرفش، وهي واحدة ست، واحدة تبدأ تخش فتعمل كوباية احلى من المعمولة. فهنا نعرف ان الست ممكن تخش المجال ده وممكن تعمل فيه ما هو متطور عن الرجل. فاذا ما فيش حاجة اسمها مهنة يعني مخصوصة للرجالة ومهنة مخصوصة للستات، طالما انت عايز ممكن. والدكتورة لطفية النادي عملت كده. السعيدة في ده بقى ايه؟ الام حسب ما هو مكتوب كانت ما كملتش تعليمها، نظرا اخوها وقف تعليمها وجوزها حاجة زي كده، ففضلت همها انها تعلم البنت دي اللي هي لطفية، والاب كان معاها برضو فعلموها. فهي حبت الفيزياء بقى ودخلت في النووية دي، دخلت في مجال جديد نوفي. ولذلك كل الحاجات اللي عملتها الدكتورة لطفية النادي كانت جديدة على المجتمع، منها الجديد على المجتمع بشكل عام ومنها الجديد على ان تخشوا المرأة بشكل خاص. فالدكتورة لطفية النادي تستحق ان احنا نحكي الحكاية. طب ايه بقى يا سيدي بقى لو انا جبت لكم الدكتورة لطفية النادي نفسها تحكي لنا الحكاية؟ الدكتورة لطفية النادي بحثنا عنها، دكتورة لطفية وهي بتشتغل في الطاقة والحاجات دي خافت تنجب لأن حاجات ذرة وبتاع ودخل في أشعة الليزر وحاجات خطر، فاستنت شوية تأخرت شوية لكن أنجبت مي، عندها بنت اسمها مي، وهي دلوقتي موجودة بقى مع مي أو مع أحفادها موجودة في دبي، واتصلنا بأولادها وصوروا لنا ليها فيديوهات هتبقى هتحكي لكم حكايتها. فحاجة جميلة جدا ان احنا نسمع حكاية الدكتورة لطفية النادي من الدكتورة لطفية النادي وهي موجودة في دبي. الحقيقة كويس ان انا بفتكر ايام الشباب دي عشان دي بتصغرني كمان. فهو يعني اهتمامي بالفيزياء النووية والاشعة والاشعاع بدأ في الثانوية العامة، وكان عندنا استاذ الحقيقة بيعلمنا حاجات كويسة في الاشعة والاشعة اكس وازاي وتركيب الذرة وكده، وكان علينا في العربي قصة دكتور تيمور هي ماري كوري، فكانت الحقيقة يعني ملهمة كبيرة جدا لنا ان احنا نشوف قد ايه هي تعبت عشان تقدر تشوف الفا بارتيكل وتشوف اشعة الفا ديت وجاية منين وفهمها وكده. وكانت مامتي دايما تقول لي انا عايزاكي تطلعي وزيرة بس مش تذاكري كتير قوي، انا كان نفسي اطلع وزيره بس اخوي قعدني في البيت. فطبعا ده كان الحقيقه يعني دافع ليا ان انا اهتم بالحاجات الجديده اللي هي في الوقت ده كانت مهمه، يعني في اول الصبر.
ودخلت الجامعة، كان دخلت جيت أدخل الجامعة، والدي قال خش كلية طب، فأنا رفضت الحقيقة وقلت لا أنا عايزة أخش كلية العلوم عشان أدرس الفيزياء النووية وأدرس الأشعة والحاجات دي، الحاجات اللي هي مش ملموسة يعني. فالحمد لله هو قال لي خلاص أوكي على راحتك، ورحت هناك وقابلت الدكتور محمد النازي، هو مش قريبي ولا حاجة. وطبعا أنا اتجوزت، وحسين بقى طبعا وافق بابا على طول وقال له طبعا يا أنكل. والمهم ابتديت بقى أشوف، أنا كنت بدور على شغل، وطلع بقى في الوقت ده انشأت لجنة الطاقة الذرية، وأنشأها عبد الناصر لاهتماماته إن هو يعمل مفاعلات نووية وحاجات كده. فأنا الحقيقة قدمت والحمد لله امتحنت وكده ونجحت وتعينت سنة 56 بعد التفرغ، بعد التخرج وبعد الجواز بحوالي 3 أشهر تقريبا. بعد الجواز على طول، لكن بعد التخرج ب3 شهور. المهم ان احنا الحقيقة كنا بنشتغل في لجنة الطاقة الذرية، لسه ما كانش اتعمل مفاعل. وبعدين في يوم سألوني بقى في الشغل ان انتي هتسافري روسيا تقعدي 11 شهر، فانا قلت لهم لا طبعا مش هروح عشان انا لسه متجوزه بقالي 3 شهور. فاساتذتي جم وقابلوا وقالوا لي احنا عايزين نيجي نبارك لكم، وقابلوا حسين قالوا له انت مش موافق ليه ان لطفيه تسافر البعثه دي مهمه وحاجه كويسه لمستقبلها وكده. قال له والله هي ما قالتليش وكده، لا لا طبعا لازم تروح. المهم طبعا سافرت، قعدنا 11 شهر في روسيا وتعلمنا في المفاعلات، وبقينا نروح المفاعل الروسي وكده وامتحانات وكده الحمد لله، وفقنا ورجعنا الطاقة الذرية. كانت اتنقلت بقى أنشاص، ابتديت أدرس الدكتوراه بتاعتي وأعمل بقى تفاعلات نووية وحاجات زي كده. قبل ما اعمل الدكتوراه كان لازم اخد ماجستير، فكان حسين مسافر ياخد بكالوريوس هندسه غزل ونسيج، فانا سافرت معاه مرافق للزوج. والحقيقه ساعدني قوي كمال الدين حسين، ووافق لي واداني مرتب عضو بعثه. ولما رحت بقى قدمت في جامعه مانشستر قريبه من حسين وليفربول وكده، كانت المواعيد التقدم انتهت، فروحت سافرت قدمت في إعلان بتاع جامعة برمنغهام، ورحت سافرت برمنغهام ورحبوا بيا قوي هناك الحقيقة. وخلصت الماجستير بتاعتي على أعلى مستوى على جهاز السينكرو سايكلوترون، في الوقت ده كان يعتبر صيحة يعني. طبعا خلصت على سنة 60 ورجعت بقى تاني، وابتديت بقى اشتغل الدكتوراه بتاعتي في مصر في الهيئة الطاقة الذرية تحت إشراف الدكتور محمد النادي، وأستاذ من جامعة خاركوف في روسيا. وعملت بقى تفاعلات نووية وكده، وإزاي بيحصل امتصاص كامل للبروتون جوه النواة وبيكون إيه، وحاجات جميلة جدا الحقيقة. ده خلتني أحس إن أنا يعني أتباهى بالشغل اللي أنا عملته، وكنا يعني متفوقين جدا في الدراسات النووية على إسرائيل وعلى كل الشرق الأوسط. ده ما كانش في حد مهتم بالموضوعات النووية دي في الوقت ده، وكان عبد الناصر مهتم جدا بيها. وحصلت على الدكتوراه سنة 64. طبعا أثناء الدكتوراه والشغل ده على الشعاع وكده كنت مانع الحمل وموافقة حسين طبعا، علشان الأشعة بتأثر على الجنين ممكن يطلع فيه تشوهات وكده. أول ما خلصت الدكتوراه الحمد لله حملت في بنتي، وجبت بنتي مي جميلة اللي هي دلوقتي مهندسة كبيرة يعني.
وده كان يعني بداية تفوقي، وابتديت بقى أسافر في بعثات قصيرة وبعثات كده لغاية سنة 69. طبعا أنا ما خدت الدكتوراه سنة 64، عبد الناصر هو سلمني الدكتوراه الحقيقة، وسلمونا كمان ميدالية فضة كده لعيد العلم، وكان أول أعياد علم عملها عبد الناصر، وكان ده أوج العمل في الطاقة الذرية. بعد كده ابتدت بعد حرب النكسة والحاجات دي ابتدت اهتمام، وبعد حرب اليمن ابتدت اهتمامات بالطاقة الذرية تقل، وابتدت الاعتمادات اللي بتيجي للطاقة الذرية تقل، وحصلت طبعا متاعب ان احنا مثلا مش قادرين نشتغل لان في بعض اجزاء من الاجهزة عايزة ريبليسمنت وكده. فابتديت الاقي ان الجامعة فتحت ابوابها للناس كلها اللي بره الجامعة انها تقدم في درجات اساتذة مساعدين واساتذة وكده. فكان في اعلان، انا قدمت سنة 69 في الاعلان، والحمد لله تعينت أستاذ مساعد في الجامعة في آخر ديسمبر 1969. والحقيقة يعني كان نجاح قوي جدا. الدكتور محمد النادي كان رئيسي مباشر، وكان بيشجعني جدا، وكان كذا واحد أخذ معايا دكتوراه وماجستير وكده، وسجلت معاهم واشتغلت حلو قوي معاهم لغاية سنة 73. قبل الحرب على طول كان حصل بقى متاعب في من الزملاء في الجامعة وكده، فأنا رحت إعارة لجامعة قطر وفضلت هناك لغاية سنة 76. والحمد لله كنت بقى، وكان حسين معايا ومي، بس آخر سنة مي رجعت مصر وأنا لازم أرجع مصر. والمهم إن أنا الحمد لله جبت ابني ياسر ورجعنا مصر الحمد لله، وابتديت تعينت أستاذ سنة 76 في جامعة القاهرة، في كلية العلوم جامعة القاهرة قسم الفيزياء. والحمد لله كل حاجة مشيت كويس لغاية سنة 67. كنت بقى أنا ابتديت أغير التخصص بتاعي من فيزياء النووية إلى فيزياء الليزر واهتماماتي بيها وكده. والحمد لله اتعينت رئيس قسم سنة 79، والحقيقة كان أول تعيين كان حلو جدا، الناس كلها بتبارك لي وكده. وبعد سنتين أو سنة ونص كده ابتدوا بعض الأساتذة يعملوا حركات ان ازاي واحدة ست تبقى رئيسة قسم، وطبعا ده كان من ضمن الحاجات العقبات الوحشة او اللي قابلتني في حياتي. ومع ذلك الحمد لله يعني العميد عينتي الفترة الثانية، فقعدت 6 سنين رئيسة قسم طبيعة. وفي الاثناء دي عملت كان جهاز الليزر بمساعدة الدكتور محمد النادي، وغيرت بقى شغلي من فيزياء نووية إلى فيزياء الليزر والتطبيقات العلمية والفنية والطبية وإلى آخره. وعملت مشروع صغير كده في القسم، وبعدين قدمت مشروع كبير قوي. رئيس الجامعة الدكتور حسن حمدي الحقيقة شجعني جدا، بس قال لي يا بنتي احنا ما عندناش فلوس، شوفي بقى طريقة نجيبي فلوس. فطبعا رحت بقى، قالوا لي المساعدات الأمريكية، رحت المساعدات الأمريكية وقالوا لي لازم موافقة الدكتور جنزوري، وقتها كان هو وزير التخطيط. فبمساعدة برضو صاحبتي الأستاذة أميمة صقر قدرت إن أنا أقابل الدكتور جنزوري ويسمعني الحقيقة لمدة ربع ساعة، وقال لي بص أنا مش فاهمة أنت بتقولي إيه بس هشوف. تاني يوم الحقيقة كلمني وقال لي
روحي قابلي واحدة أستاذة في التعاون الدولي. فروحت الحقيقة والحمد لله وافقوا على الميزانية، إن المساعدات الأمريكية هي تشتري لنا كل حاجة اللي إحنا نطلبها، ومصر تحط لنا مقابل محلي نبني بيه المبنى بتاع المعهد القومي لعلوم الإسلام. والحمد لله يعني ربنا، ما كناش بناخد احنا الفلوس خالص، فلوس المساعدات الأمريكية هي بتتولى الشراء والدفع وكل حاجة من غير ما ناخد احنا حاجة. وخلصنا المشروع ده، عملنا المعهد القومي لعلوم الليزر. طبعا وقتها ما كانش الليزر له التطبيقات اللي موجودة حاليا، ومع ذلك شوف ما شاء الله، يعني دلوقتي المعهد ابتدينا كنا 40 واحد، ابتدينا 40، دلوقتي في ما يقرب من حوالي 500 واحد. ومعهد دراسات عليا في جامعة القاهرة من المعهد الوحيد في الشرق الأوسط، وفي غاية النجاح الحقيقة، وفي ناس بتتعلم في كل المجالات الطبية والهندسية والعلمية، وده كان نجاح عظيم. زي ما قلت لحضرتك يعني المتاعب، متاعب العمل السيدة في وسط رجالة كتير، وده الحمد لله عدى. والحقيقة من رؤساء الجامعة اللي ساعدوني قوي قوي الدكتور مأمون سلامة الله يرحمه، وافتتحنا معهد الليزر سنة 94 في حضور برضو ايه، دعيت انا الدكتور احمد زويل، كان بقى صيته ذاع على الاكتشافات اللي هو عاملها، وقال لي ده انت نفسك طويل قوي، قعدت كل ده عشان تعملي المعهد. الحمد لله يعني من سنة 85 قدمت المشروع وفتحناه سنة 94، يعني 9 سنين، والحمد لله ناجح وماشي كويس. الحقيقة أنا استمريت طبعا في العمل بعد ما طلعت سن المعاش، ولغاية دلوقتي بشتغل وبعمل مشروعات وبعمل أبحاث وبعمل مؤتمرات، وبسافر في أحضر مؤتمرات في الخارج، وبعمل اتفاقيات علمية مع جامعات زي جامعة أوهايو وجامعة ومعهد جوانجو في كوريا الجنوبية، ومع باريس في السينارس اللي هو السنتر ناسيونال دو ريشيرش. والأستاذ في الجامعة ما بيطلعش معاش، يعني بيطلع معاش، بياخد معاش وياخد مرتب أستاذ عشان يشتغل شغل الأستاذ. وده الحقيقة حياتنا، يعني يعتبر حياة. يعني لو تقول الأستاذ الجامعة يقعد في البيت، يعني كأنك بتقول له روح موت يعني. فطبعا عندي الطلبة بتوعي وأبحاثي، والطلبة بتاخد معايا دكتوراهات وماجستيرات وبيتعلموا حاجات جديدة، وأنا في الأثناء دي أنا كمان بتعلم حاجات جديدة. والحق الحقيقة الحمد لله ربنا موفقني بشتغل حاجات على أعلى مستوى. الحقيقة حاليا بشتغل في مجال ليزر فائق القدرة لإنتاج الطاقة وتحليات المياه، وانتخبت على مستوى العالم عضوة في اللجنة الدولية لليزر فائق القدرة، كلها فيها رئيسها نوبل برايز بروفيسور مورو، وأنا مسؤولة عن نشر الوعي العلمي في المجال دوت في شمال أفريقيا كلها ومصر طبعا. الحمد لله يعني بكل الحاجات الحلوة دي لازم أستمر في الشغل طبعا.